كيتكلم على مركز الحراسه ديال الرجاء هو الصعوبه ديال مركز حراسه الرجاء فين كتكمل ما كتكونش في الامكانيات التقنيه ولا البدنيه ولا في الامكانيات النفسيه لان كتعرف داك الجماهير كتطلب شيء كثير هذا هو الضغط اللي خص النادي يخدم عليه انا جيم غير بيه يكون ان كوتش مونطال اللاعبين كادير ولا سيما مركز حراسه ما لنا مركز حساس وصعب لا سيما في نادي داك الرجاء لانه كيبغي داك الحارس دائما واجد وما يستقبلش كثير ويكون عنده دور في النتائج الايجابيه ديالو هذا هو اللي دار علينا الضغط الموسم الفريق وكانت واحد المرحله فريق عاش شويه خالد عسكري بالضغط وكذلك خالد عسكري ولكن كنخدموا على هذه الاشياء فمن الامكانيات البدنيه ولا التقنيه والتكتيكيه فكنقول من احسن الحراس المتواجدين في الدوري.